السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب وحبايب قلبي. احنا النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الميرندا. كيكة الميرندا اللي معانا دي شايفين شكلها الجميل ده؟ اظن الشكل بيتحدث عن نفسه. ولا اجمل ولا اروع من كده كيكة. واتمنى اللي ما اشتركش معايا يشترك معايا ويفعل الجرس عشان يوصله مني كل جديد. شايفين يا حبايب الجمال؟ شايفين؟ شايفين تحت وفوق اسفنجية. شايفين؟ شايفين الجمال؟ شايفين الجمال بتاعها؟ يلا بينا قوام كده مع بعض نخش على الفيديو بتاعنا الجميل ونشوف كل تفاصيلنا مع بعض. ومعانا يا حبايبي في مقاديرنا 5 بيضات، بس معلش بقى انا بنوتي حاولت تساعد فراحت ضربتهم بالمضرب بالشكل ده. هم معايا هنا في مقاديري دول 5 بيضات، وهحط معاهم فانيليا اللي هي سايله. لو عندك فانيليا سايله تمام، ما عندكيش فانيليا سايله يبقى احط معاها 3 من الباكت الصغير الفانيليا بالشكل ده معانا. وهعمل ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هضربهم شويه كده مع بعض. اهو ومعايا في مقاديري، انا معايا الكوبايه دي اللي عيرت بيها كل الحاجه بتاعتي. الكوبايه دي اللي عيرت بيها كل مكونات الكيك. معايا خدت منها، بسم الله الرحمن الرحيم، معايا هنا خدت في الدقيق منها 3 كوبايات من دي، 3 كوبايات من الحجم ده، عشان انا عايز اعمل الصينيه الوسط. الصينيه عندي الوسط هوريها لحضراتكم، هوريها لكم بالشكل ده اهي. معايا بصوا الارتفاع بتاعها، طبعا كل واحدة عندها نظرة في ارتفاع الصينية بتاعتها هي تاخد منها قد ايه. الصينية بتاعتي دي انا ماشية بالمقدار بتاعي ده على طول، 3 كوبايات من الكوباية دي. الكوباية دي 3 كوبايات منها وزنتهم طلعوا نص كيلو، طلعوا نص كيلو دقيق. يبقى انا معايا في مقاديري نص كيلو من الدقيق، ومعاه النص كيلو دقيق هاخد له 1.5 كوباية سكر من دي. تمام، يبقى 5 بيضات عليهم الفانيليا بتاعتي، عليهم 1.5 كوباية سكر. ادي دي كوباية، وطبعا اللي عايز يقلل السكر براحته، اللي عايز يزود السكر براحته، بس ما انصحش ان هي تزيد عن 1.5 كوباية. 1.5 كوباية مناسبة جدا جدا ليها. اهي النص الكوباية التانية من السكر وهقلبها. يبقى معايا 5 بيضات في الوصفة بتاعتي، رشة من الفانيليا، ومعايا 1.5 كوباية من السكر بالشكل ده، ومعايا كمان نفس الكوباية اللي خدت بيها السكر والدقيق، هي نفس الكوباية اللي هاخد بيها الزيت. هاخد منها 1 كوباية من الزيت اهو قدامكم، نفس الكوباية، هي نفس الكوباية اللي بستعملها في المعيار بتاعي كله. 1 كوباية من الزيت اهو هنزل بيها هنا، وبعدين نفس الكوباية اهي وهاخد بيها الميرندا بتاعتي اهو. اهي الميرندا بتاعتي اهي، انا عايزة 1 كوباية، معيار 1 كوباية سليم الميرندا بالشكل ده. ولو لقيت العجينة بتاعتي تقيلة في ايدي هحاول ازودها، بس هحط الاول 1 كوباية. يبقى معايا 1.5 كوباية سكر على 5 بيضات على رشة فانيليا، معاهم 1 كوباية زيت، معاهم 1 كوباية من الميرندا بالشكل ده يا حبايبي اهي. وهخلط الكل كده مع بعض. طبعا انا اول ما بديت في عمايل الكيكة بتاعتي عملت ايه؟ ولعت الفرن. خلاص انا مجهزة حاجتي اهو وهبتدي اشتغل. قبل ما اشتغل في الكيكة بتاعتي ولعت الفرن بتاعي، بس على نار مش عالية قوي، على درجة حرارة 200. وان شاء الله اول ما هخلص على طول الكيك هدخلها على طول الفرن ومش هفتح عليها نهائي. مع بعض كده واحدة واحدة. ومعايا يا حبايبي كمية الدقيق بتاعتي اللي احنا قلنا عليها نص كيلو من الدقيق،
هحط عليها باكت من اللي هو كيك شيف، ماشي، او بيكنج باودر اللي هو خميرة الحلويات اهو، واحد كامل هحطه عليها بالشكل ده وهقلبه كده، وهاجي معايا هنا بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بيه بالشكل ده كده، هنزل بالكيك بتاعي بالدقيق بتاعي كله، وهدخله، هدخل مكوناتي كلها في بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بالشكل ده اهو. هدخل كل مكوناتي ببعض، انا مش هفصل الفيديو عشان نشوف مع بعض لو عجينتي مظبوطة بالمقادير اللي حطيتها ولا هبتدي ازود تاني حبة من الميرندا اهو. مش هفصل الفيديو معاكم عشان اشوف عجينتي هتعمل ايه معايا. اهو بسم الله ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله، هو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه اهو. تاني اهو، شايفينه يا جماعة؟ شايفينه؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه اهو اهو، هو ده القوام اللي انا عايزاه كده. مقاديري اللي انا حطيتها ومعياري مظبوط جدا 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 معايا، واسمي بالله كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده، وهجيب الصينية بتاعتي وهنزل بكل مكوناتي فيها اهو. اهي يا حبايبي الصينية بتاعتي بالشكل ده اهي اهي، شايفين الارتفاع قد ايه؟ احط ايدي كده اهي بالظبط عقلة صباع، هو ده الارتفاع المناسب لاي صينية من الكيك ان انا احط فيها مكوناتي ما تجيش اكتر من عقلة الصباع اهو، عقلة صباع بالظبط اهو، حطيته كده طلعت عقلة صباع معايا اهي بالظبط بالشكل ده يا حبايبي، واسمي بالله واقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الفرن باذن الله. وده كان يا حبايبي الشكل النهائي بتاعها بعد ما طلعت من الفرن بتاعنا اهي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، بصوا الشكل بتاعها. وبعدين هعمل ايه بعد ما طلعت وبردت شويه كده الى حد ما اهو؟ هعمل ايه؟ هنزل بعسل نحل كده فوقها بالشكل ده، او عسل تقيل من بتاع الكنافه، وهبتدي ادهن بيه وش الكيك بتاعي بالشكل ده اهو، هيديله لمعه وفي نفس الوقت هيديله طعم جميل جدا 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 واحنا بناكله. طبعا انا اختبرتها من النص، هيبين الاختبار بتاعها بالسكينه بتاعتي اهو كده، طلعت معايا فاضيه مفيش اي رواسب فيها كده، مية مية، هي كده مستوية وجميلة جميلة، وطبعا شكلها بتحدث عن نفسه اهو. ويا حبايب قلبي اللي مش عارفة درجات حرارة للبوتاجاز بتاعها، على درجة حرارة وسط، على درجة حرارة وسط، ولو انت عندك درجات الحرارة الفرن بتاعك بيدي درجات حرارة عالية على 200 مش درجة حرارة وسط، يبقى خليه على 180. لازم تبقى عارفة درجات الحرارة اللي عندك عشان تقدري ان انت تعرفي درجة التسوية اللي هتسوي عليها الكيك بتاعنا. وهي دي كانت بالشكل الجميل ده يا حبايب قلبي معانا. يا حبايبي برضو نسيت اقول لكم الصينية بتاعتي كانت مدهونة بالزيت وحبة من الدقيق معانا. الصينية اللي حطيت فيها الكيك بعد ما حطيتها في الفرن اخدت مني حوالي نص ساعة في الفرن. كل واحدة طبعا عارفة درجة حرارة الفرن بتاعها. اخدت مني نص ساعة ما فتحتش عليها نهائي، نص ساعة وطلعت معايا بالشكل الجمالي ده. وان شاء الله يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك في الشير سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يا جماعة يشترك معايا، وان شاء الله هتشوفوا المزيد مني بإذن الله. ويلا انا حابة اقطع لكم منها قطعة كده نشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر على الجمال والحلاوة والارتفاع. شايفين الجمال يا حبايبي؟ شايفين الجمال؟ حاجة ولا أروع من كده. أتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة نال إعجابكم. أهو شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ أتمنى أن يكون الفيديو بتاعي النهاردة نال إعجابكم، ومتشكرة ليكم ومتشكرة لدعمكم ليا وتعليقاتكم الجميلة اللي بشوفها بتدعمني وبتخليني أستمر في القناة بتاعتي وأن أنا أقدم كل جديد.